اسال فوقش. انا محمد علي كلمتك يا فوقش ومستني وعدك اللي قبلك. ويا ريت يا استاذ سامي محمد تعرف. ده محمد علي يا رب يكون هو اللي انا اقصده. هو حاطط الصوره ليك ما بين هو اللي حاطط صورتي. ما بينامنيش محمد بصراحه، يعني عايش معايا في البيت يعني. لا والله بيكلمك. والله ما بينامني، بس هو بيحبك يعني كاتب انا كلام. خدامه. السؤال لو عاب بيك الزمن كنت مكان يعني بيحبك يعني، والجو ده بقى هتسخنه على اكتر كده. لا 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 كلمه تاني يا محمد النهارده. محمد حبيبي ما تحموش. السؤال، هل لو عاب بيك الزمن وكنت مكان عزة ابو عوف وحد طلب المساعده هتساعده؟ اعتقد ان الاستاذ احمد البدري. اسف مش هتساعد حد. ما بحبش. بس الاستاذ احمد البدري كان خير مثال على سؤالك ده. يعني انا اولا ما اعرفش ابقى عزة ابو عوف ابدا، يعني عزة ابو عوف ده لن يتكرر. دي تحيه. والله لن يتكرر ابدا. حقيقي حقيقي هذا الرجل المتفرد، متفرد في اخلاقه في طيبته، والله العظيم بجد كلام ما شفتش حد اطيب منك يا عزت ابدا، يعني ما قابلتش حد في الفن بطيبة ونقاء الراجل ده، اللي هو فعلا ما عندوش اي عمر ما شفته زعلان من حد ابدا. انا عاشرته فترة وفعلا انا عمري ما شفته زعلان من حد ولا اتخانق مع حد ولا قال فلان ده مفروض كان يعمل ولا ملوش دعوه بحد خالص. عمري ما شفته بيقول ده كان المفروض البتاع ده يتعمل كذا. عادة جرى العرف او ده وحش او ده حلو. الواحد لما حد يكتشفه او يشوفه وهو صغير فلما يكبر حبيبي اهو يقلب. او 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 يقلب عليه على طول. دي لما رحت زرته بعد ما رجع من بس هو تعليم. الحمد لله احلى من كده بكتير دلوقتي واحسن من كده. بتسال ربنا يديله الصحه. طبعا ده اخويا الكبير وابويا فنيا، ويعني عزت انا ليا الشرف ان يكون ليا اخ بجد بالشكل ده يعني. عزت ابو عوف من اشد المعجبين، واعتقد كتير من الاساتذه اللي معانا في الاستوديو واللي بيشاهدونا دلوقتي على التلفزيون اللي بيحبوا اغنيه يعني ايه كلمه وطن.